هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم يا أهل القرآن حيث كنتم، اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين. في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سأكمل جمع القرآن الكريم وتدوينه، وسنأخذ جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وما الفرق بينهم؟ فأعيروني القلوب والأسماع وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الأهداف ستظهر أمامكم على الشاشة، أن يذكر الطالب طريقة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخصائصه، خصائص هذا الجمع. والثاني أن يذكر الطالب طريقة جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه وخصائصه أيضا. هذا من الأمور المهمة، أن نتعرف على طريقة الجمع في عهد كل صحابي والخصائص المميزة لكل منهما، والخصائص المميزة لكل منهما. أقول أيها الأحبة في الله، والثالث أن يقارن الطالب بين الجمع البكري والجمع العثماني. طبعا هنا الجمع البكري والجمع العثماني، هذا يعني مما ذكره الكتاب، الجمع البكري والجمع العثماني، يعني البكري نسبة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والعثماني معروف نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، لكن نحن نحتاج فعلا إلى المقارنة، نحتاج إلى المقارنة بين الجمعين، لأن هناك حيوية في هذا الدرس واختلاف بين جمع أبي بكر الصديق وبين جمع عثمان رضي الله عنه، وأحدهما اعتمد على الآخر. الرابع أن يوقن الطالب بإجماع الصحابة ومن بعدهم على جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن في مصحف واحد، لأن يعني الصحابة أجمعوا على ما فعله عثمان، بحيث لا يمكن أن يخرق الإجماع بعد ذلك. أن يرد الطالب على ما أثير من شبهات حول جمع القرآن الكريم. هذه هي الأهداف، فتأملوها وانظروا إليها، ولنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. المرحلة الثانية، جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه المرحلة الثانية من مراحل التدوين. أما المرحلة الأولى كان في الصدور، الثانية في السطور. المرحلة الأولى لجمعه وتدوينه في السطور مكتوبا كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناها بالتفصيل. المرحلة الثانية في عهد خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري يجلي لنا حقيقة هذا الجمع وطريقته وسببه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. مقتل يعني زمن، هنا زمن مقتل أهل اليمامة، وأهل اليمامة يقصد بأهل اليمامة أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين شهدوا قتال أو مقاتلة مسيلمة الكذاب وأصحابه، عندما أرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقتال مسيلمة الكذاب وقتال أصحابه، فكان ذلك في اليمامة، وحدثت يعني موقعة عظيمة من مواقع الإسلام، انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا وقتل الكذاب الأشر. قال
زيد رضي الله عنه، فإذا عمر ابن الخطاب عنده، وجد عمر عند أبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني، هذا الكلام يقوله إيه؟ يقول أبو بكر لزيد عندما حضر، قال إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة. استحر يا إخواني بمعنى كفر، استفعل من الحر، يعني مادة استفعل معنى طلب، استفعل عموما تدل على الايه الطلب، ومعنى استحر يعني اشتد وكثر يوم اليمامة بقراء القرآن، لأنهم الأصل فيهم يا أحبة أن يكونوا في المقدمة وأن يعملوا بالقرآن الكريم وأن يطلبوا الشهادة من الله عز وجل، هذا هو الأصل في أهل القرآن الكريم، أن يعملوا به وأن يكونوا في المقدمة وفي الطليعة. قال وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني ليس هذه المواطن الأخيرة وإنما هناك غزوات، هناك فتوحات ستأتي. قال فيذهب كثير من القرآن، لأن الأصل كان يعني كان محفوظا في الإيه في الصدور. قال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر، طبعا من الذي قال هذا الكلام السابق؟ قاله عمر الذي قال إن القتل قد استحر، قاله عمر، والآن أبو بكر ينقل إلى زيد. قلت لعمر، يعني أبو بكر قال لعمر، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر، هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا الكلام ليس فيه مبالغة، إن زيد بن ثابت صحابي جليل ممن يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين بأنهم أهل علم، من أهل العلم، من أصحاب العلم. هذا الرجل عندما يقول فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، لأنه يستشعر المسؤولية والقول على الله عز وجل بغير علم. هذا أخطر ما يكون، أن نقول على الله عز وجل ما ليس لنا به علم. قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بغير علم خطير جدا، أعظم من الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه به يعني يضل خلق كثيرون. فإن الإنسان في نفسه لو أشرك أو ضل فإنما شركه وضلاله يعود على نفسه، وأما القول على الله عز وجل بغير علم فإنه يتسبب في إضلال خلق كثيرون. ولذلك ينبغي لأهل العلم ألا يستعجلوا في نشره حتى يستوثقوا منه، ويعني يستوثقوا حتى بعد ذلك ما يقول أنا أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، فيتفرق الناس عنه وقد أخطأ يعني أخطاء عظيمة ويأخذون هذا الكلام. والآن بفضل الله الأحاديث الصحيحة ويعني الاستيثاق من الأحاديث والتفسير وغير ذلك موجود، فلا حاجة للاستعجال في أي شيء، لا حاجة للاستعجال. إذن لما استشعر أمانة جمع القرآن الكريم الموضوع فعلا صعب. أول ما تقرأ هذا الكلام هذه مبالغة ويعني نقل جبل، الأمر فعلا صعب من رجل يستشعر المسؤولية ويعلم أن ما يقوم به أمر في غاية الأهمية وأمر يتعلق بالقرآن الكريم. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت أي لأبي بكر، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. الآن أبو بكر يقول كلام عمر، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فبدأ المهمة، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيري، وهي قوله تعالى
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براء، يعني أيتين. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، يعني لا شك أن هذا الحديث أصل عظيم في فهم جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكيف وفق الله الملهم عمر رضي الله عنه لأن يقنع أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يستدعي زيد لأمور سأذكرها لكم بعد قليل. لنتعرف الآن على خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما هي معالم هذا الجمع. إذن نحن نريد أن نتعرف على المقصود بهذا الجمع. ما هو المقصود بجمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ألم يجمع؟ الجواب بلى، جمع. إذن ما المقصود بهذا الجمع؟ المقصود بهذا الجمع هو جمع المكتوب المتفرق من القرآن في كتاب واحد. القرآن كتب كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجمع في كتاب واحد، لم يجمع. فأراد أبو بكر ذلك، وهذا ظاهر من كلام زيد، هذا ظاهر من كلام زيد بن ثابت السابق، قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. يعني هو فعل ذلك، جمع كل ما كتب وأعاد كتابته بخطه في مصحف واحد. سبب هذا الجمع أيها الأحبة هو الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القتل بالقراء في المواطن. يعني خافوا، لأن الأصل كان هو التلقي، فخافوا إن زادت الأعداد القراء، لأنهم يكونون في المقدمة، فخافوا أن يعني يقتل ويستشهد أغلب القراء أو كل القراء، فمن إذن الذي يعني يبقى؟ فخافوا، فأرادوا أن يجمعوا القرآن الكريم. إذن المقصود بهذا الجمع مرة أخرى هو جمع المكتوب المتفرق من القرآن في كتاب واحد. ومن هنا يعني يتبين أن هذا العمل لم يكن كتابة مبتدأة للقرآن، ولكنه إعادة لما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب كما قلت لكم الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القتل بالقراء في المواطن. المكلف بالجمع ومؤهلاته العلمية. المكلف بالجمع هو من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. لماذا؟ انظروا إلى ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه. يعني أبو بكر اقتنع بكلام عمر رضي الله عنهما. فكر في من؟ فكر في زيد بن ثابت. لماذا؟ هناك مؤهلات جسمية، وهناك مؤهلات عقلية، وهناك مؤهلات علمية. الجسمية قال له: إنك رجل شاب، والشباب له أثر في الحيوية والنشاط والقوة بخلاف الشيوخ، ولذلك لم يختاروا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو في العلم والفضل، وإنما وقع الاختيار على زيد لأمور. الأول منها أنه شباب. زيد أيها الأحبة أسلم، أو لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر زيد في هذا الوقت 11 عاما. يعني كان عمر زيد في هذا الوقت 11 عاما رضي الله عنه. إذن في وقت الجمع، ووقت الجمع الذي يظهر أن هذا وقت الجمع هذا كان يعني تقريبا سنة 11 هجرية. يعني هذا الجمع كان في أواخر عام 11 هجرية، وأخذ سنة كاملة. يعني لو قلنا معركة اليمامة هذه كانت سنة تقريبا 11 هجرية، يعني كان في أواخر عام 11 هجرية وأخذ عاما كاملا. نعود ونقول زيد في الوقت دون كان عنده يعني كام سنة؟ يعني كان عنده حاجة 20 سنة، 24 سنة كده. يعني كان رضي الله عنه تقريبا كان عنده يعني ما يقارب 24 عاما.
يعني كان في ريعان الشباب. المؤهلات العقلية، قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، يبقى عاقل ولا نتهمك، عاقل أي لا نشك في أمانتك وحفظك وإتقانك، هذا بالنسبة لا نتهمك يعني لا نشك في أمانتك وحفظك وإتقانك، والعقل له دور في رجحان العمل وصلاحه، يعني عاقل عنده ذكي. هذا أمر مهم، لأن الأمر الذي سيقوم به أمر صعب. تقول لي طيب هو مجرد هينسخ وهينقل، ليس الموضوع هذا، الموضوع في غاية الأهمية. تقول لي طيب ما إيه الجديد؟ أقول لك لا، الآن القرآن الكريم كتب كاملة صح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في مصحف واحد، الآن هو يجمعه في كتاب واحد، وهيجمعه بقى، هيحط الآية دي في الصورة دي، والآية دي في الصورة دي، والآية دي في الصورة دي، والصورة دي مع دي، والصورة دي مع دي، والصورة دي قبل دي، والصورة دي بعد دي. عرفت صعوبة العمل؟ العمل صعب، قد تسقط كلمة، قد تسقط آية، قد يسقط حرف، قد كل هذا. نحن نريد شاب، نريد شاب عاقل ذكي، نريد أيضا الشاب ده لا يتهم. طيب لا يتهم، لقد كان كاتبا للوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتهم، وإنه أصلا صحابي، الصحابة لا يتهمون، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرض عليه العرض الأخيرة، وهذا يعني هذه إشارة لأبي بكر أن يكلف بهذه المهمة في وقتها هذا الشاب. ثم المؤهلات العلمية، قال كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي تضمنه هذا المصحف؟ أيها الأحبة، تضمن ما ثبتت قرآنيته، وزيد رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالعرض الأخيرة، والأقرب أن يكون القصد جمع القرآن الثابت، وليس كل ما قرأ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو جمع لدخل فيه ما تركت تلاوته. ذكرت لكم أن من القرآن ما نسخ، وبعض الصحابة بقي يقرأه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون أنه نسخ، كما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه، كان مما يقرأ من القرآن 5 رضعات يحرمنا، فنسخ، أو عفوا، كان مما يقرأ من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا إلى 5، يعني 10 إلى إيه؟ إلى 5، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أقول وهناك آيات أخرى نسخت، بعض الصحابة ربما أخذ الآية والأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، فنسخ بعض القرآن الكريم ولا يدري. زيد رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، والشباب يكونون أوعى من غيرهم وأكثر تركيزا ولا شيء يشغلهم، بخلاف الشيوخ وكبار السن ومن عندهم مشاغل وأعمال. إذن هذا ما تضمنه المصحف. أمر آخر هو ترتيب الصور والآيات في هذا الجمع، يبقى ترتيب الصور في هذا الجمع والآيات رتبت أيضا في هذا الجمع. كان يقول اكتبوا هذه الآية في سورة كذا بعد كذا، لكن ربما الصحف كانت كثيرة، يعني هذه الآيات مثلا مجموعة آيات في صحيفة وأخرى في صحيفة وأخرى في صحيفة، فنحتاج إلى الحفظ في الصدور الذي كانوا يسمعونه متتابعة من النبي صلى الله عليه وسلم من العرض الأخيرة، ويجمع هذا مع الصحف، يعني يجمع من الصدور ومن الإيه ومن كل وسائل الكتابة التي كتب بها. هذا صعوبة العمل، وأن بقى تتم بقى الترتيب بقى، يعني هذه الرقعة وهذه اللخفة وهذه كذا وهذه كذا فيها كذا، نجمع كل هذا ويعاد ترتيبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق العرض الايه ويوافق العرض الأخيرة. هذا هو ما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مما يؤكد فكرة العرض الأخيرة ما ورد عن سمرة رضي الله عنه، قال عرض القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات، فيقولون إن قراءتنا هذه هي العرض الأخيرة. ومعنى قراءتنا هذه، المقصود بقراءتنا هذه أيها الأحبة، أي التي جمع عثمان رضي الله عنها عليها الناس، وهي قراءة زيد. هذا معنى العرض الأخيرة. لنأتي الآن إلى
هذه الإضاءة، الإضاءة دي يعني مهمة، أحببت، أنا أحب الإضاءات وأحب أن آتي لكم بعض الأشياء التي تجلي لكم الأمور. قال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. وهذا كلام جميل جدا، يعني جمع هذه الأوراق، هذه الآيات وهذه الآيات وهذه الآيات، لكنها كتبت مرة أخرى، يعني زيد كتب هذا الكلام فعلا، أعاد الكتابة مرة أخرى. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي ما بين دفتي المصحف، يقصد، هو كان يقصد من القرآن يعني. فأجابه ابن عباس لأنه كان ذكي، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان ذكيا لبيبا يفهم المقصود السائل. قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو ابن علي ابن أبي طالب. طب ليه سمي ابن الحنفية؟ نسبوه إلى أمه، كانت من بني حنيفة، حتى يميز بينه وبين أبنائه من فاطمة رضي الله عنها. فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. أخرجه البخاري. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وممن رزقه الله من البنين محمد، وكان قويا أشبه بأبيه، وكم عاونه في حروبه وفي المعارك التي خاضها بعد ذلك رضي الله عنه. أقول أيها الأحبة في الله، لنأتي إلى المرحلة الثالثة، جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه. لأبدأ لكم بهذا الحديث الذي يجلي ما فعل عثمان رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. يغازي يعني كان ممن يشهد هذه الغزوات وهذه الفتوحات. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني اختلاف هؤلاء الفاتحين وهؤلاء الذين يشهدون الفتوحات، كانوا يختلفون في القراءة. يعني من أين جاء الاختلاف يا أخواني؟ اختلاف القراءات. هذا يصلي خلف هذا فيسمعه يقرأ بقراءة أو بحرف لم يتلقوا عن شيخه، يقول: أنت تقرأ قرآن؟ ما تلقيت هذا، من أين تقرأ؟ من أين جئت بهذا؟ هذا هو المعنى. وربما قرأ بعضهم قراءات تفسيرية أو قراءات شاذة أو قراءات نسخت، فكانوا يختلفون. هذا في عهد الصحابة، لو استمر الأمر لزادت الدائرة وزاد الاختلاف. وما ذلك إلا كحجر ألقيته في ماء فأحدث دائرة، فإن الدائرة تتسع وتحدث دوائر ودوائر ودوائر ودوائر، وكلما ابتعدت عن الحجر كلما زاد الاتساع وزادت هوة الخلاف. وحذيفة ذكي أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف على الأمة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب أي القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. طيب تقول لي: طب ما الصحف هي مش مصحف واحد يا أخي الكريم؟ معنى الصحف هو مجموع الصحف هو القرآن الكريم، هذا هو المعنى. لأنه لم يكن هناك، يعني ما كانوا يعرفون الكتاب المجمع مثل اليوم يعني، لكن مجموع الصحف هذه
هذه مع هذه مع هذه مع هذه مجموعها هي القرآن الكريم الذي إن جمعته كما قال المحاسبي رحمه الله بخيط هي المصحف. قال أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة زيد بن ثابت مدني، وأما عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء مكيون وقد ولدوا في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن الزبير هو أول مولود للمهاجرين في المدينة. ابن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها اللهم أمين، فهو أول مولود، وكذلك سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام يعني كانوا يعني قريب كانوا قريبين في السن منه، ولدوا في العام الأول للهجرة. هؤلاء قرشيون. الآلية والطريقة، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. أيها الأحبة في الله، لنأتي الآن إلى خصائص جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه. أولاً المقصود بهذا الجمع، المقصود بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، المقصود هو نسخ عدة مصاحف من مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أصل العمل. يعني الآن العمل موجود، لكن تنسخ عدة مصاحف من هذا المصحف الذي عند حفصة، وهذا صريح في الأثر السابق. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. إذن هذا هو المقصود. يبقى إذن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن كله في مصحف واحد، يبقى كان الهدف الجمع ده للمحافظة على القرآن نفسه كقرآن. الآن المقصود بهذا الجمع نسخ مصاحف، الهدف منها وسبب هذا الجمع الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن، كما ذكر حذيفة رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. يبقى السبب مختلف، والذي حدث هو نسخ أكثر من مصحف، والسبب هو حتى تجتمع الأمة على القراءة، تجتمع الأمة على القراءة. هدف هذا الجمع الآن لجنة. في الجمع الأول كان زيد بن ثابت رضي الله عنه، الآن لجنة أربعة، وقد ذكرت لكم هؤلاء الأربعة وسأعيد في المقارنة. المنهج المتبع في الرسم حال الاختلاف هو أن يكتب بلغة وبلسان قريش، لأن القرآن نزل أولا بلغتهم. وذلك أيها الأحبة، وقال هذا الكلام الواضح، المنهج الواضح هو قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. هل اختلفوا في شيء؟ نعم اختلفوا. زيد بن ثابت كان مدنيا، ربما كان يعني تأثر بلغة أهل المدينة لهم بعض الأشياء. اختلفوا في كلمة التابوت، اختلفوا في كلمة التابوت، وهذا رواه الزهري أنهم اختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه. فقال القرشيون التابوت بالتاء، وقال زيد التابوه بالهاء، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. أو ربما يعني الاختلاف هل نكتب بالتاء المبسوطة أم بالتاء المربوطة، وإلا فالقراءة قد تكون واحدة التابوت واحد. لكن الإشكالية في الوقف، يبقى لو وقفنا التابوه، لو وصلنا التابوت، لكن وقفا ووصلا هو التابوت، ف
عثمان رضي الله عنه قال اكتبوه بلغة ايه؟ قريش، اي التابوت، يكتب التابوت. عدد المصاحف المنسوخة الراجح انها 6. اختص عثمان رضي الله عنه لنفسه بأحد هذه المصاحف، وهو الذي قتل شهيدا صابرا محتسبا محافظا على هذه الأمة، وألا تراق الدماء، لا يراق، يعني يكون الفتنة في أضيق الحدود، يراق دم في أضيق الحدود، ولم يأمر أحد بالتدخل. قتل رضي الله عنه شهيدا محتسبا صابرا والمصحف بين يديه، وقد وقعت دماؤه الطاهرة على بعض صفحات المصحف. وهناك 5 نسخ أخرى، يبقى إذن 6. أرسل بالخمسة إلى الحواضر، حواضر الأمة في هذا الوقت، الحواضر اللي هي المدن الكبيرة، مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. مكة والمدينة خلاص معروفين، الكوفة والبصرة في العراق، والشام معروف الشام. إذن المصاحف 6، يبقى 5. هذه الخمسة ترسل إلى المدن الكبيرة وينسخ منها، ومع وأرسل عثمان مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس ويعلمهم، فصار كل أهل بلد يقرؤون بما يقرئهم إمامهم، ويرجعون في ضبط مصاحفهم إلى المصاحف المرسلة إليهم الموحدة رسما وترتيبا لنشوئها من مصدر واحد، وبذلك انحسم الخلاف في قراءة القرآن الكريم. إلزام الناس بما نسخ من مصحف أبي بكر وإحراق ما عداه هذا أمر واضح، بخلاف الجمع في عهد أبي بكر، فإنه بقيت الصحف عند حفصة رضي الله عنها، وبقي الناس يقرؤون كما تلقوا. أما لما اختلفوا في القراءة فأراد عثمان أن يحسم هذا الخلاف، فشكل هذه اللجنة من الشباب رئيسها زيد بن ثابت للأسباب السابقة، ومعه 3 من شباب قريش من أهل القرآن، إن اختلف في شيء فيأخذ هو برأيهم، وكتبوه بطريقة تجمع القراءات التي ما نسخت، تجمع ما بقي من الأحرف 7 ومن القراءات التي ما نسخت. نحن سنأخذ تفصيلات أخرى في فكرة الأحرف 7 والقراءات حتى لا نشوش الآن، لأن هذه كلها مباحث في علوم القرآن الكريم، وسنأتي إليها بالتفصيل والبيان وذكر ما قال العلماء بإذن الله تعالى. لنأتي الآن إلى آخر شيء في الدرس، أبرز الفروق بين الجمع البكري، أي جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع العثماني، جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنا معالم الجمع وأوجه المقارنة لنبدأ. المقصود به الجمع البكري، المقصود به جمع المكتوب المتفرق من القرآن في مصحف واحد. طبعا كما قلت لكم تسمع صحف ويقول لك لا ده كانت صحف، يا أخي الكريم كل صورة أو مجموعة من الآيات، أو يعني أحيانا صورة كبيرة تكتب في أكثر من صحيف، لكن هذه وهذه 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 مجموعة، هي مجموعة القرآن. لو أنت الآن حصلت على هذه الصحف ووديتها للتجليد تتجلد أو مصحف، تمام، يعني لم ترسم الآية مرتين ولا في الصورة مرتين، هي مجموعة هو القرآن. الجمع العثماني نسخ عدة مصاحف من مصحف أبي بكر رضي الله عنه. سبب الجمع، الجمع البكري سببه الخوف من ذهاب شيء من القرآن باستشهاد حفاظه. الجمع العثماني سببه الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن الكريم. المكلف به الجمع البكري كلف واحدا فقط، حيث كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأما الجمع العثماني فقد كلف 4. كلف زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام رضي الله عنه. عدد المصاحف التي كتبت في الجمع البكري مصحف واحد، وفي الجمع العثماني 6 مصاحف على الصحيح. الإلزام بما فيه، في الجمع البكري بقيت نسخة المصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر رضي الله عنهما، ثم عند حفصة، ولم
يلزم الناس بما فيه، بل بقي الناس يتلقون القرآن بعضهم من بعض، ولم يكن الخلاف قد ظهر. هل فكرة الخلاف ظهرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ظهرت الخلاف في القراءة. أنا تذكرت عمر وأحد هشام بن حكيم رضي الله عنهما، عندما صلى عمر وراء هشام وكان يقرأ في سورة الفرقان، فقرأ ببعض الأحرف التي لم يتلقاها عمر، فتمالك عمر نفسه حتى إذا فرغ هشام أمسكه من تلابيبه، أي من مقدم ثوبه، وجمع وجذبه بقوة وقال: كيف تقرأ؟ كان أقرأ بما أقرأنيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هشام يقرأ بقراءة ما أقرأتنيها، ما تلقيتها عنك. فقال: أقرأ يا عمر. فقرأ فقال: هكذا نزلت. قال: أقرأ يا هشام. فقرأ فقال: هكذا نزلت. إذن لكن الصحابة كان بعضهم يعني يعرفون هذا، وكانوا إيه الأمر في سعة. أما بعد ذلك الأمر ازداد اختلافا، من بلاد مختلفة، بعضهم لا يعرف بعض مثلا، فيقول: لا، أنا الصح وأنت خطأ. إذن الإلزام بما فيه بالنسبة للجمع العثماني أرسل إلى كل أفق مصحف، وألزم الناس بهذه المصاحف، وأمر بتحريق ما سواها. نأتي الآن إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم من الجمع العثماني. تلقى الصحابة رضي الله عنهم جمع عثمان بالقبول وأثنوا على صنيعه، فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين، فما رأيت أحدا منهم عاب ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف. وعن سويد بن غفلة يقول: سمعت عليا يقول: رحم الله عثمان، لو وليته، أي لو وليت الخلافة، لفعلت ما فعل في المصاحف. ولم يذكر اعتراض عن أحد منهم إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء، يعني كان في البداية فقط لأسباب ما، ثم صار إلى موافقة الجماعة في آخر أمره رضي الله عنه. وهكذا أجمعت الأمة على المصاحف العثمانية التي صارت إماما يعود الناس إليها وينسخون مصاحفهم عنها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، حتى وصلت بين أيدينا نقرأ القرآن منها غضا طريا كما أنزل. قال الباقلاني رحمه الله، توفي 403 هجرية: جميع القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأمرنا بإثبات رسمه ولم يمسخه ويرفع أو يرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين، أي بين دفتي المصحف، الجلدين بتوع المصحف، الذي حواه مصحف عثمان رضي الله عنه، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه. أيها الأحبة في الله، هذا ما أردت أن أذكره لكم. وأما ما ورد من شبهات فنحتاج إلى البحث فيها. من الكتب الطيبة التي أود أن تقرأوا فيها تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني لمحمد الطاسان، لعلكم أن تقرأوا هذا البحث الطيب، وأن تقفوا على يعني موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أول الأمر، والأسباب التي دعته إلى أن يعترض في البداية، ثم بعد ذلك وافق وكان يعني ضمن المجمعين على هذه المصاحف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان، تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها، فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا.
الدجى والسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي